وفد من بلدة عرسال يزور ضريح الجندي المجهول. قدمنا في يوم الحب من عرسال الأبية لتقديم رسالة الوفاء والحب لجيشنا الحبيب، مؤكدين تمسكنا بالشرعية وعلى رأسها المؤسسات الأمنية والجيش اللبناني. الكلام لوفد رمزي أتى من عرسال لزيارة الضريح الجندي المجهول وإلقاء التحية بعد أن وضع الأطفال إكليلا من الزهر على الضريح. فلما كنا ندين العنف بكل أشكاله، كيف لنا أن نقبل التطاول على المؤسسة العسكرية التي افتديناها أباء وأبناء وإخوانا، وكيف لنا أن نقبل لبندقية أن تعلو فوق بندقيتكم الحامية لاستقلالنا ووحدتنا وأمننا. التحية لروح شهداء جيشنا الغالي وكل شهداء المؤسسات الأمنية والوطن. التحية لقائد الجيش العماد جان أهواجي، والشكر كل الشكر لحكمته وأخلاصه للوطن. ولفت الوفد إلى أن عرسال أرض لشهداء الجيش، وأخيرهما الشهيدان بيير بشعلاني وخالد زهرمان.